السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد من قناة كود إيجريك تي. اليوم سنقوم بعرض تطبيق جديد للربح من الانترنت، ربح دولارات باي بال، يدعم باي بال. التطبيق سهل جدا، والحد الأدنى لسحبه 0.29 دولار. كما ترون هذا هو واجهة التطبيق، فيه عدة عروض تكسب فيه الكوينز، الفلوس الأصفر، نقود الأصفر، وتبدلهم وتحولهم إلى دولارات. كل 119 كوينز يساوي 0.01 دولار. وهناك هنا يدعم باي بال وريبولت. كما ترون الحد الأدنى للسحب هو 0.29، كما ترون في تحت 0.01. ويقدم بعض العروض الخاصة، عروض مميزة جدا مثل هذه الصناديق، تحصل على 4 من 1 إلى 4 كوينز كل ساعة إن شاء الله. وهناك أيضا عروض مثل تحميل تطبيقات، مثل تحميل هذا التطبيق وتحصل على 400 كوينز. مثلا سنجرب تحميل هذا التطبيق، كان عندي 119 كوينز، الآن سنحمل التطبيق ونرى إن سيكون عندنا 519 كوينز أو لا، لأن 400 كوينز هو العرض. نعم، سنقوم بتحميل في هذا التطبيق 13 ميجا فقط، كنا تحميله بسرعة، تضار قليلا. يتم تحميله سنرى إن أعطونا 400 كوينز. كما ترون 0.29 دولار سهل جدا، تجمع في يومين أو يوم واحد حسب قدرة جهدك أو حسب ساعة عملك في النهار. انتظر قليلا لكي تحمل هذا التطبيق. لا تنسوا الاشتراك ووضع لايك وتعليق إن كنتم تريدون نشر فيديوهات عن التطبيقات المربحة عبر الانترنت والمواقع. إن كنتم تريد شيئا آخر فوضعه في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي نصل إلى 300 مشترك في أقرب وقت إن شاء الله. انتظر قليلا لكي قم بتحميل هذا التطبيق أو يقوم بإنستال. انتظر قليلا. عندما تقوم بتحميله يجب عليك أن تدخل إلى التطبيق لكي هذه التطبيقات التي يقول لك حملها من نفس التطبيقات، نفس تطبيقات مشابهة جدا. كما تقوم بتحميل هذا التطبيق يعطيك 400 هذا التطبيق الذي حملته، ويعطيك 400 التطبيق الذي قال لك حمل، يعني تربح 800. يمكنك الأعمال تختار الآن اللغة أو الدولار، يجب عليك أن تختار اللغة أو الدولار الخاص أو ماذا تريد، فرنسية أورو التي تجد فيه راحتك. نعم، هذا هو التطبيق. كما ترون 400 في هذا التطبيق. سنعود إلى التطبيق وسنجد حتى أيضا في ذلك التطبيق 400، يعني 519. كان عندي 116 أو لا، سيكون عندنا 500 بعد القدم. ننتظر حتى يدخل التطبيق، إنه يعاني من بعض المشاكل في الدخول بعض الأحيان. لا يريد الدخول، فعليكم بمسحه من الرام والدخول إليه مرة أخرى. سأمسحه في الرام الآن وأدخل إليه مرة أخرى لكي يدخل بسرعة إن شاء الله.
الآن سيدخل لنا تسبيح، خصوصا نرى إن حصلنا على رمية كوينز لنا ولا كما ترون لقد حصلنا على 400 كوينز، الذي 516 كوينز. الآن سنقوم بتحويلها إلى الدولارات. ندخل الكوينز ثم نضغط على كونفيرت. كونفيرت 119 يساوي 0.01 دولار. كما ترون الآن عندي 0.05 دولار، وأحتاج إلى 0.25 دولار لكي أسحب 0.29 دولار إن شاء الله.